الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. روى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: أتدري ما تفسيرها؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. هكذا أخبرني بها جبريل عليه السلام. معناه: لا يستطيع الإنسان أن يتجنب المعصية إلا إذا حفظه الله، ولا يستطيع إنسان أن يعمل طاعة إلا إذا أقدره الله على ذلك. فالأمر لله سبحانه وتعالى، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.